فلوس ابد ما اقول له اريد فلوس، ابد ما اقول له اريد فلوس، طالعه طبق ما ابد. هلا والله بكم قناتنا، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بالف خير. بالف خير طبعا. علي قلتي بتخبر على 2021 زين. شوفين شنو هذا الفيديو. هذا الفيديو طبعا اليوم ردت فعلنا على فيديوهاتنا في التيك توك. هسه راح اشوفكم اول فيديو. متحضرين؟ متحضرين. انا جاهز. هذا الفيديو اهرب، هذا الفيديو الاول اللي هو نصب شجرة رقم 2001. واحنا تنسبت على تيك توك، انا وعلي بموت من الضحك. على شنو؟ على هلولة سمر. ما هذا الفيديو الثاني؟ انا جايبه هاي الكوشه حرام بدي اضرب. وين سرى؟ تعالي اليوم يوم الهدايا، جبت لك هديه اليوم. صدق اليوم مقلب؟ لا والله مو مقلب. بخصوا لين تعبتش بالمطبخ وبس اخرب لي المطبخ. جبت لك هذا حليبتي وصيتيني عليه من الماركت. معوفت من الحليب. ها اللبنه والحليب يا معودين، هي وصلتني من الماركت. هذا نعوفون على صفحه زين. والله شلوني الفواتير تشهد والاسعار تشهد. هذا الفيديو اول ما طلعت بطل الحليب، هي كانت دازتني للماركت، فمن نشرته بالتيك توك العالم عبالهم عندها حشش عليها انه انا ما جايب لها هديه، فاني طلعت مالتها الطلب اللي كان، بعدين سويت طلعت الهديه. هذا الفيديو بخصوص نسوان وما نسوان. طبعا هذا الفيديو صار ترند بوقتها. هذا الفيديو فتشي شوفوا. مثل ما قلت لك الرجال يدور مداره. انا يعني تدرين هسه علي اقعد من 6 الصبح اسوي له الريوق، بالغدا بالعشرة الصبح هو كامل. اسكت دا اسجل. اهله كل ساعه اخابرهم، كل 5 دقائق اوقت التليفون اخابرهم. فلوس ابد ما اقول له اريد فلوس، ابد ما اقول له اريد فلوس، طالعه طبق ما ابد. تدرين بالسنه مره يطلعني بالسنه، وبالسنه مره يشتري لي ملابس. لا اسجل دا اسجل يا مو متعاركه ويا رجل هذا. ودك دا تسوي دا اقول هذا تسوي مثلي يا كذاب. لا ملا اقول لك عسى فشلتني. ايوه مثل ما قلت ليش دير بالك تقولي له طلعت ويا اصدقائك، راح تجيك كل شيء ولا اصدقاء خط احمر. قولي له حبيبي روح اطلع تعال، لا تفشيني بتليفون. هاي هم يروج منها تسجل علي شوي. طبعا تصدمون اشكالنا لان الفيديوهات مالتنا على التيك توك على الطبيعه اكثر من ما تشوفونه. ممكن يكون يعني الفيديو لين باليوتيوب طويل يكون هيك، يعني يحب هيك اجواء. هذا الفيديو اللي سرى اللي احنا طشينا بيهم باليوتيوب عفوا بالتيك توك. شوفوا هذا الفيديو يا معود. احنا ليش ما ننظف النسوان ونساعد النسوان بشغل البيت؟ بس راح اسوي لها شاي. ها بس راح اسوي لها شاي. ابا وقع مني ايدي. لا ما ادري يعني طبعا شوفني يعني متدمره والله ما يصير. انا اعتذر منك هوايه. ليش هيك؟ اعتذر يعني شنو هالخباثه؟ شاد وياي فد مشده يعني اخلص منك كم يوم ترجع لي باسوأ. روح من يمي علي. روح فديت الجمال. روح يا جمال. مشان كنت انا بدي اصور فيديو يوتيوب، كملنا وخلصنا، قلت خليت تصير معي قبل لا افوت ابدل. الاخ استغلها فرصه واجا. اول فيديو فاتنا بالتيك توك اللي هو هذا الفيديو. هذا كان خلف كواليس. خلف الكواليس. هاي شو تسوين؟ تذكرين هاي الجريمة اللي صارت؟ هذا أول اللي ما شاف المقلب اللي سويته بيها راح يشوفون. أول مقلب. قطيع قاعد تجلس. والله راح أعمل. لا والله على حالي. قطيع مخصصة المطبخ وكملت وجيت بالمعجون مال الطماطة سويت فيها مقلب ثاني. يلا مع السلامه. الفيديو اللي بيه المقلب ما ضرب بالتيك توك، ما صعد خلف الكواليس. اللي صعدت وصلت ما يقارب ايش قد مليونين ما يمكن وصل الفيديو، وهو خلف كواليس. الفيديو الحقيقي ما ضرب. هنا بعد الضيم السوابي. بعد الضيم هذا هنا انا شنت قاعد العبد الفقير. بعد سوي بيه مقالب حبيبي العبد. تذكرين هاي الشغلة؟ حتى قلت معي بيت. انت قف شو سويت فيه.
هذا الفيديو دال عبوب جاني ما اعرف شنو الموضوع، بس حسيت واحد حط الطحين ببجي شنو الموضوع ما حد يدري. الفيديو كل ما كل ما اطب التيك توك اروح اشوفه اخرب ضحك. زين شوفوا رغم انه احنا نسوي علاوي تريد شاي دي يلا يمك في قلاصان جاي يلا لحظة تحشيش هذا بعد الفيديو تحشيش شوفوا حياتي شنو هالجمال هذا يا عمري طالعه بخبلين والله بعدين قلب بالتيك توك لقيت واحد مسوي باهله همي انا فقلت والله خلي اجربه حطيته صحتها كان يطب لي معوجه من اللقطه انا ما اقدر اكمل حتى الفيديو أصالة المالح هذا الفيديو قلنا خلينا نجرب هاي السالفة مال الشبيه وما شبيه وهاي المواضيع خلينا نتابع الفيديو والله طبعا علقوني والله يعني يلا أسوي ورغم انه سويته هواي كاتبين تشبهك انا ما وهواي كاتبين لنا من الجمهور مالتنا انه انت تشبهيها من والله العظيم قبل لا ننزل حتى الشبه وما شبه ما اعرف شنو ما اكو شبه هو يعني يخلق من شبه اربعين هي يمكن اذا اني اكون بدون حجاب او شوفه طبعا راح يشوفون الشبه كلش هوايه بس هي لان شويه حشوفون اختلاف لان هي بدون حجاب واني حجاب فحشوفون يعني اختلاف احفظها ويحفظها ويحفظهم ويحفظها يحفظك ويحفظهم تمام سراء وينك؟ اليوم قررت ارسمك يعني صار اليوم داخل دورة باليوتيوب اثبتي يلا خذي ليش لقطة خذي ليش لقطة يلا تحضري حلو يلا ابتسمي لا تتحركي هنا بدي يلا سوي لي حركة اكسبلور بدي اشوف والله هاي موهبة اللي جاية اليوم بس اشوفك هسه انا اشوفك اليوم ليش ايد طويلة ويزخ لا يسمينه ويضع حتى تشوفين شنو رأيكم شنو رأيك ترى محمد صديق ذات الشافه ما بده اروح قاعد يعود مكيف ده يرسم عبالي صحيح امشي من يمين امشي واخر من يمين ما تحبي اللي يدللك هو هذا رسم هذا احلى شيء انه انا اكون الله مبتسمه عليكم انا تعجبني هاي القلبه مال ملامح الوجه انه هي من مبتسمه الى مغندبه شنو الموضوع ما حد يدري هنا انا وصلنا لنهايه الفيديو هذا الفيديو كان هواي الناس طلبوه من عندنا في ناس كتبونا انه سووا ردة فعلكم على فيديوهاتكم على فيديوهاتكم كمان على كل شيء تقدمون اشياء انه مو طبيعيه والله العظيم كلش وسبحان الله الصبر مفتاح الفرج وشكرا جزيلا لكم انتم بيكم احنا نصير نكبر مريم تكبر احنا نكبر قلتنا نكبر سوي لايك اشتراك ادعمنا شكرا جزيلا لكم انتظرونا فيديوهات اجمل مخلى ايدك للعب باي